16 مندوب. المهم ان الفرق ما بين الاثنين يسمح بانه اصوات كتير. في حاجه بقى مهمه لازم اقولها لحضراتكم، وده سؤال صقر زميلي رئيس تحرير قال له، قال لي الناس مهتمه انها تعرف، هو احنا ممكن يحصل السنه دي زي اللي حصل سنه 2000؟ انا هقول لحضراتكم حاجه كده سريعه لانه في اختلافات شويه. سنه 2000 ايه اللي حصل؟ كان في بوش وكان في الجور. الراجل بوش ده فاز بالانتخابات. فاز بالانتخابات ازاي؟ مش هدخل في التفاصيل بتاع يعني الناس الكبار شويه هيفتكروا، بس هو اللي حصل ساعتها انه المكنه اللي بيحصل تصويت عليها كانت مكنه كده بطريقه غريبه شويه، انك انت مثلا تروح ايه مشاور بقلم او على المرشح بتاعك، فيبقى عندك تعمل خرم في الاستماره بتاعه التصويت. المكن ده في بعض الاماكن ما كانش معمول صح، والتصويت يعني كان فيه شويه مشاكل كده، فابتدوا يقولوا طب احنا ليه ما نعدش؟ فرفع اهل الجور اللي هو الديمقراطي قضيه في المحكمه العليا اللي هي فين؟ في فلوريدا، تمام؟ الكلام ده كل الخناقه اللي بقول لحضرتك دي كانت في فلوريدا. فالمحكمه العليا في فلوريدا، المحكمه العليا اللي في فلوريدا قالت لا يستمر العد ونعد بايدينا ونقعد نبص بقى كده، وكل مره يبقى في واحد محايد ده موظف وواحد يمثل جورج دبليو بوش اللي هو حزب المحافظين حزب الجمهوري، واحد يمثل الجول اللي هو الحزب الديمقراطي، ونقعد نبص كده دي تبع ده يبقى كده دي ده هنا فاز، ونقعد نعد دول. كان الفايز في البدايه بوش، فكان مصلحه بوش ان ما يقعدوش يعدوا، لانه لو قعدوا يعدوا هيخسر. وكان فعلا النتائج بتتقرب بتقرب من الجور. فالمحكمه خدوا بال حضراتكم جو، قلت لحضراتكم ان في 50 ولايه، كل ولايه ليها قانونها كانها 50 دوله. ازاي بقى نعد ونعد امتى ونعلن النتيجه امتى ومين اللي يعلنها ولازم نصدق عليها الكونجرس بتاع الولايه ولا، يعني كل ولايه عامله منظمه، وده وفقا للدستور. الدستور الامريكي بيدي للحكومات الولايات انها تحل مشاكلها فيما يتعلق بالانتخابات وتختار مندوبيها بالطريقه اللي هي عايزاها، ده وفقا للدستور من ايام ما عملوه 1787. تمام. المحكمه العليا في فلوريدا عملت ايه؟ قالت احنا المفروض نعلن النتيجه خلال 3 ايام من يوم التصويت. يوم التصويت 3 نوفمبر المعتاد. طب 3 نوفمبر ده هنعمل ايه بقى احنا؟ يعني هنعلن النتيجه امتى؟ المفروض يكون بعدها بثلاث ايام. عمليه بقى ان احنا نقعد نبص وكذا مش هتاخد ثلاث ايام بس او اكتر من كده. فكان السؤال هل احنا المفروض نلتزم بميعاد 6 نوفمبر ونعلن فيه النتيجه، ولا من حقنا ده احنا بنسال المحكمه بقى. الجور بيقول للمحكمه العليا بتاعه فلوريدا انا مش عايز نلتزم بالثلاث ايام، انا عايز نفضل نعد لغايه ما نتاكد من ان الاصوات سليمه. يقول لك ايه؟ every vote counts so count every vote. يعني ايه الكلمتين اللي قلتهم دول؟ every vote يعني كل صوت ليه معنى، counts هنا يعني ليه معنى، عشان كده عد كل صوت. every vote counts count every vote معناها انه ما ترميش في الزباله، ما تضيعش في الهواء صوت واحد. لا، واحد تاني يقول لك ايه؟ لك ايوه بس ده في ميعاد الحكم هيصفر في الدقيقه 90 او 90 بعد الوقت بدل الضايع، لابد اي جون يجي بعد الحكم ما صفر ما تحسبش. هنا بقى السؤال، طب المحكمه العليا في فلوريدا عملت ايه؟ قالت لك بص يا عم، every vote counts so count every vote، نقعد نعد ان شاء الله يا رب يكون بعد مش مهم انها بعد ثلاث ايام تعلن. فغلبت ساعتها يعني بيقولوها روح القانون، انه القانون حط الميعاد كميعاد تنظيمي مش كميعاد سيادي، يعني مساله بعدها بثلاث ايام، بعدها بسبع ايام، بعدها المهم ان كل الاصوات دي تتعد، كل الاستمارات دي تتعد. بوش طبعا لقى انه كل عمليه العديد ضده، هو اصلا كان فايز مثلا بتاع 5-6000 صوت ولا حاجه كده، فعمالين يعدوا، فال 5000 عمالين يقلوا، فشويه هينتهي بيه الحال انه يخسر. راح رافع قضيه في المحكمه العليا الفيدرالية بقى، يعني هي بيسموها يو اس سوبريم كورت، المحكمة العليا اللي في واشنطن دي سي اللي هي اعلى من محاكم الولايات. اتعرض عليها الامر وناس راحت وناس جت وكلام زي كده، ويعني يغلب على هذه المحكمة القضاة المعينين من الجمهوريين، ما تفهمش بقى بيردوا الجميل، يعني بيردوا الجميل لبعض ايا ما كان المسألة. جه في الاخر خالص قال لك ايه؟ قال لك لا، ما دام المفروض ان الحكم يصفر في ميعاد معين يصفر فيه اللي هو بعد ثلاث ايام، والنتيجه لما اعلنت ايه النتيجه اللي اعلنت بعد ثلاث ايام من 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 التصويت اللي هو كان 6 نوفمبر، يعني 3 نوفمبر، 3 ايام يبقى 6 نوفمبر، بوش اللي فايز يبقى بوش اللي فايز. ما تفضلش تعد كما لو انه الميعاد ده مش مهم. طب واحد يقول لي طب ما هو ممكن اسمه الراجل ترامب يرفع القضيه دلوقتي، يرفع بقى ما ديش هتفرق، هو هيرفع كل حاجه.
يعني بيرفع القضايا وكل حاجه. بس هي القضيه المشكله فين؟ المشكله انه احنا عندنا اختلافين. الاول ان الولايات لما لقت في هذا العدد الكبير من الناس اللي بتبعت بالبريد، طب بتبعت بالبريد ليه؟ عشان خايفين من الكوفيد، خايفين من الكورونا، خايفين اولا يقفوا في طوابير، خايفين كذا، خايفين اصلا الاقتراع، صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع تقفل. فالانتخابات فشجع بايدن وشجع اوباما اللي هو بيناصر بايدن طبعا عشان حزب جمهوري، الناس ابعتوا بالميل، ابعتوا بالميل. اهم حاجه انه اللي انت بعته ده، الجواب اللي انت بعته ده، ابعته بتاريخ سابق على 3 نوفمبر. ليه؟ لان 3 نوفمبر هي ميعاد الانتخاب. طب مع كوفيد ومشاكل والبيروقراطيه، هما برضو يعني الامريكان مش بيضروا اذكى اخواتهم في كل حاجه، فممكن الحاجات تتاخر. المهم اتاخرت ما اتاخرتش، يبقى المهم انك انت بعت بالميل. طيب جت الولايات استأذنت، قالت يا محكمة يا عليا جوه ولايتي، في بالذات في بنسلفانيا ويسكونسن وميشيغان، هل ينفع نأخر الميعاد بتاع اعلان النتيجة علشان الحاجات اللي جاية لنا؟ طيب كام يوم؟ بنسلفانيا عايزة 3 ايام وحصل، ويسكونسن 3 ايام وحصل، ميشيغان طلبت اسبوعين، مع ان ميشيغان خلاص خلصت مش محتاجة الاسبوعين، هي كانت محتاجة يوم وخلصت فيه. المهم خلصت الموضوع انه في، ويسكونسن بالمناسبة كمان خلصت، في مش ناقص الا بنسلفانيا اللي هي غالبا هتخلص يعني النهارده الفجر عندنا اللي هو يبقى بالليل عندهم. طيب يبقى برضه مش محتاجه اكتر من 3 ايام اللي هي طالباهم. طب خلاصه الموضوع، المحكمه العليا في كل ونام النادي وافقت، قالت لك طبعا الظروف كده وكورونا وفيروس ومش عارف ايه وكده. قالوا طيب الجمهوريين زعلوا، قال لك ايه ده يا عم، ده ممكن تفتح الباب للتزوير وكذا وكذا، وما دام الديمقراطيين عايزينها يبقى احنا لازم نرفضها. راحوا رافعين، مش رافعين، طلبوا من المحكمة العليا اللي في واشنطن دي سي برضه انها تنظر في الموضوع مرة تانية. المحكمة دي ساعتها كانت ما كانش فيه غير 6 أعضاء، لأن السبعة اللي هي عينت اللي عينها ترامب من أسبوعين ما كانتش لسه راحت واستلمت بقى وعارفين وخدت الشنطة بتاع وراح، يعني المهم يعني كان ما راحتش. المهم كان في 3 و3، الثلاثة وافقوا وثلاثة اعترضوا، قال لك بص يا عم احنا مش هنتكلم في الموضوع دلوقتي، احنا نتركها لي الولايات، كل ولايه تختار اللي هي عايزاه. مش هطول على حضراتكم، بس هي دي التفصيله القضائيه المهمه في القصه دي كلها. خلاصه الموضوع في الاخر، المحكمه الفيدراليه رفعت يدها، المحكمه العليا اللي في واشنطن دي سي قالت لها بس كل ولايه تتصرف مع نفسها. فانت النهارده مش في وضع ينفع تقول فيه ده انا برفع قضيه بعد الانتخابات، لا ده هم سائلين قبل اصلا والمحكمه ما جاوبتش، فكانه عدم الاجابه نوع من الاباحه. انتوا شغلنا ليه بالموضوع ده؟ دي مشكله تحلها كل ولايه على حسب ظروفها وحسب عدد الناس اللي فيها والكورونا والفيروس وبتقفله وبتفتحه، ظروف استثنائيه، ظروف طارئه، يعني ما ينفعش ان احنا نحكمها بقرار عام على كل ولايات امريكا. خلاصه الموضوع، طيب ده يبقى الجزء الاول انه المحكمه سئلت ولم تجب. الحاجه الثانيه ودي لا تقل اهميه، هو عايز جورج يعني ترامب عايز ايه دلوقتي؟ يقول لك وقف العد. ايوه ما هو انت لو وقفت العد دلوقتي بايدن فايز. هو بوش، جورج دبليو بوش في سنة 2000 كان بيوقف العد انه كان كسبان، فبما انه كسبان وقف العد عشان تطلع النتيجة وانا كسبان. انما دلوقتي بايدن في اللحظة دي هو معاه اريزونا ومعاه فيرجينيا، يبقى هو اصلا معاه 270. يعني انت لو قررت انك توقف العد الحاجات اللي بتتبعت بالميل، اه صحيح هتفضل معاك بنسلفانيا، يفضل يعني مع ترامب بنسلفانيا ومعاه نورث كارولاينا ومعاه جورجيا، صح. بس في المقابل ده كله مش هيوصله ل 270. خلاص الموضوع بس عشان ما اطولش على حضراتكم، انه الوضع الراهن مش زي وضع سنة 2000. في بقى ولايات كتير قوي انا مش هقعد ارغي في ارجع اقعد على الكرسي